ليه بقى اروح معاك يا كريم لموضوع السكواش؟ ويمكن انا وانت كان معانا فقره دي الاسبوع اللي فات واتكلمنا فيها عن ابطال مصر في السكواش اللي مسيطرين في البطولات العالميه والكبيره، ونهائي هنا بقى بطوله بلاك بول للسكواش رجال اللي كان معانا فقره بشانها الاسبوع اللي فات تقريبا يوم الثلاث، اقيمت في القاهره واستطاع المصري مروان الشربجي المصنف السادس عالميا ان هو يفوز في النهائي على فارس دسوقي هو حامل اللقب والمصنف الثامن عالميا بالنتيجه هنا 3-1. مروان الشربجي بيعتبر من اكثر اللاعبين اللي تالقوا كمان خلال السنوات الاخيره واسمه لمع بشكل كبير جدا وشفناه في بطولات داخل مصر وخارجها يعني بيفوز بالمراكز الاولى. خلينا نشوف كده تفاصيل اكثر عن ختام البطوله دي ونرجع نكمل. مصر متربعه على العرش السكواش من مده ودي حاجه كويسه رغم ان انا برضو مصر على ان احنا بنعاني من الكورونا ومش قادرين نلعب ومش قادرين نسافر ومش قادرين نحقق الحاجات اللي كنا بنحققها قبل كده، لكن العالم كله بيعاني بس احنا المفروض بنعاني اكتر عشان احنا ابطالنا كتير وابطالنا ما بيسافروش وما بيقدروش يشاركوا في حاجات في بطولات تانية. احنا كل دي سابع بطولة بنعملها وبطولة كبيرة، كل مرة بطولة تبقى اكبر، يبقى عدد اللاعبين اكبر، بيبقى الجوائز اكتر، فكل مره بنحاول نجود اكتر وبنحاول ان احنا نجتذب اللاعبين اكتر ان هم يبقوا في البطوله. الحقيقه خدت مجهود كبير جدا والمجهود ده وراه عمل عظيم جدا، وانا بحب اشكر الاداره التنفيذيه للنادي استاذ رائف والتيم اللي معاه ان هم عملوا مجهود كبير قوي ويطلع مصر في خارج مصر في الدول الاخرى بصورة ممتازة زي اللي حصلت. أنا سعيد جدا، إحنا على مدار أسبوعين كاملين استمتعنا بسكواش راقي جدا وأداء متميز جدا من كل اللاعبين سواء كانوا المصريين أو الأجانب. البطولة في الحقيقة شهدت مفاجآت كتيرة سواء كانت على مستوى السيدات أو مستوى الرجال. زي ما إحنا كنا بنتفرج النهاردة إحنا بنتفرج على مروان الشربجي وفارس الدسوقي أمتعونا بجد لغايه اخر لحظه، احنا ما كناش عارفين مين ممكن يفوز باللقب. احنا في ديسمبر اللي فات فارس الدسوقي حقق اللقب وخد لقب البطوله وخد مركز اول في ديسمبر، كلنا كنا متوقعين انه يعملها ويحافظ على اللقب، لكن مروان في الحقيقه ادى اداء اكثر من رائع وتركيزه كان داخل الملعب. الاثنين بذلوا مجهود كبير جدا ولغايه اخر نقاط زي ما حضرتك كنت شايفه كان ممكن الكاس او المركز الاول رايح وجاي ما بين الاثنين، لكن الحمد لله انا سعيد جدا بنجاح البطوله. طبعا لازم اقول مروان مبروك، هو لعب هايل النهارده او طول البطوله كان بيلعب هايل. ماتش في الملعب دايما، مره هو هيكسب مره انا هكسب، بس اهم حاجه تفضل المنافسه شريفه يعني. بالنسبه للتنظيم طبعا البطوله دي تاني مره تتعمل، اتعملت من شهرين كانت بنفس الكفاءة والمرة دي أحسن كمان، فدي حاجة طبعا أنا فخور بيها إن على أرض مصرية يبقى في بطولة زي كده. بطولة بتعمل في مصر دي حاجة بالنسبة لي إن أنا أكسب بطولة كبيرة زي بطولة بلاك بول وأقدر أكسبها في مصر في بلدي، حاجة إت مينز حاجة كبيرة جدا ليا ومبسوط جدا. الحمد لله ربنا وفقني النهاردة، كانت بطولة صعبة جدا 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 والحمد لله إني أقدر أكسب البطولة دي. يعني طبعا أحب أهديها لأهلي بابا ومامتي اللي هم هنا ومدربيني التيم بتاعي كله اللي تعب معايا الفترة اللي فاتت، يعني تعبوا جدا الصراحة، يعني ده ما كانش مجهود يعني لوحدي، كان مجهود الفريق كله اللي كان ورايا. فارس لعيب عامل امبروفمنت عالي جدا ومتحسن جدا جدا جدا، وانا يعني زي ما انت قلتي الماتش كان ممكن يروح اي حته، كان 50-50 يعني. الجيم الرابع ده لو كان فارس كسبه اعتقد كان فارس ممكن يقرب ان هو يكسب الماتش، ممكن انا ما اعرفش يعني. الجيم الخامس كان هيبقى على حسب البدايه، كنت الماتش كان هيخش في حته اي حد كان ممكن يكسب، فالحمد لله يعني انا قدرت اكسب وقدرت امسك اعصابي جامد. كان الماتش دايما اي فاينل بيبقى مين هيمسك اعصابه اكتر من التاني يعني. طيب